مع شركة علاقات عامة لتحسين صورة مصر في الخارج، كيف تعلق على ذلك؟ هذا ليس جديدا على الإطلاق. دائما ما يعني تقوم الحكومة المصرية سواء في عهد السيسي أو ربما قبله، ولكن في عهد السيسي زاد هذا الأمر ب يعني توظيف أو استئجار شركات علاقات عامة أو شركات متخصصة في الضغط في الكونغرس والحكومة الأمريكية لتحسين الصورة. ويعني هي واقع الأمر أن الصورة يعني مهما كانت خبرة هذه الشركات وكفاءتها لن تتحسن كثيرا إذا تحسنت، إنما رزق الشركات ديت يعني 63,000 في الشهر ده يعني مبلغ دفع قبل كده أكثر من مرة. يعني النقطة الثانية إن الحكومة المصرية ما عندهاش اختيار، ما هو لازم إن هو يتمشى مع القادم الجديد في البيت الأبيض ويقدم له يعني فروض الطاعة والولاء قدر الإمكان بشرط ألا تمس مصالحه. تاريخيا منذ أيام مبارك وربما قبلها كانت دائما الحكومة المصرية في عهد مبارك يعني توافق على كل طلبات أمريكا فيما عدا طلب واحد. أنا مستعد يعني قناة السويس هتمر فيها، مش عارف كل التسهيلات كل إلا حاجة واحدة، ما تقربوش من الشعب، الشعب ده بتاعي أنا، أعمل فيه اللي أنا عايزه. المحاولات الجارية النهاردة ربما تكون بهذا الشكل، ولكن هناك فرق مهم جدا، وهو أن الأوروبيين بالذات قلقون جدا مما يحدث في مصر، قلقين جدا من احتمالات طائرات للاجئين من مصر أو من حدوث ارتباكات داخل البلد أو دولة فاشلة، والأمريكيون أيضا سواء بسبب الأوروبيين أو بسبب مصالحهم الخاصة يشعرون بقلق شديد إزاء هذا الأمر. نعم، دعني أتحول إلى السيد محمد عوي.